الحضور الكريم، السادة المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. يندرج هذا اللقاء، هذه الطاولة المستديرة، على هامش فعاليات معرض الكتاب لهذه السنة، والذي بدأ منذ الثلاثاء الماضي وسيستمر حتى 27 من هذا الشهر. على غرار جامعات مغربية أخرى، خرطت جامعتنا في تنشيط هذه فعاليات هذه التظاهرة. التزمت جامعة القضائيات بمحور البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية. الموضوع كما لا يمكن أن يخفى على السادة المشاهدين شاسع ومهم، وأكاد أجزم في بداية توطئة هذه أنه لا يمكن أن نختلف في تقدير مدى أهميته كرافعة للتنمية الاجتماعية، ولا يمكن أن نختلف حوله في المنزلة التي تنزله اليوم الدول والمجتمعات في الاعتماد عليه لتطوير اقتصادياتها، لمقاربات مجتمعاتها، لاستدامة هذه الاستدامة حالة الاستقرار التي تعرفها أو التي تتغير لها. البحث العلمي، عندما نتحدث عن البحث العلمي، عن العلم، عن البحث العلمي، عن أسباب المناعة التي تمد بها المجتمعات أنفسها لتستمر، لتزدهر، لتنمو، عندما نتحدث عن البحث العلمي نتحدث عن مخرجات البحث العلمي، نتحدث أساسا عن الجامعة كحاضنة لهذا البحث العلمي، إذ هو الذي يقيم اليوم التفاضل والتمايز بين المجتمعات. فهو كما سبقت الإشارة يمدها بالرشد، بالعقلنة، في تدبير حاجياتها، في استثمار مواردها، كفاءاتها، وفي تجاوز صعوباتها وأزماتها. باختصار، البحث العلمي هو ما يمدها بأسباب الاستقرار. لا خلاف أيضا على أن هذا الشرط للتنمية هو يستوجب التنمية في حركية جدلية واضحة، يعني ويظهر ذلك في أن المجتمعات التي لها اقتصادياتها غنية هي من يستطيع أن ينفق على هذا البحث العلمي. إذن هذه من مفارقات واقع البحث العلمي. يضاف إلى هذا الإطار العام في قضية البحث العلمي، إشكالية البحث العلمي، خصوصية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية. فإذا كانت الإنسانيات، علوم الإنسان عموما، قد ورثت تقاليد ضاربة في التاريخ، تاريخ المجتمعات المتعددة، فكيف السبيل لرفع تحديات التحولات الاجتماعية التي تفرضها قوة التكنولوجيا والرقمنة اليوم؟ كيف يتصور الباحثون في هذه القطاعات المعرفية، مسمات أيضا قطاعات علوم الرخوة في مقابل العلوم الصلبة، كيف يحدد الباحثون علاقتهم وعلاقاتهم بحقولهم، بتخصصاتهم، بحاجيات مجتمعاتهم، بحاجيات التنمية داخل هذه المجتمعات؟ كيف يساهمون في جامعاتهم، في معاهدهم، وداخل هذه المعاهد وداخل هذه الجامعات، كيف يساهمون في تحقيق هذه التنمية وتسريع وتيرتها، وبالخصوص على العمل على ديمومتها؟ وهذا هو رهان الاقتصاديات اليوم، رهان الاقتصاد، ورهان الدول اليوم، رهان المؤسسات
لذلك تنفق عليها، فهي تنفق على البحث العلمي يعني الكثير ثم الكثير. هذه المجتمعات وهذه الاقتصاديات التي تنفق كل هذا الإنفاق فهي تستثمر فيه وتنتظر مردودية وعودة لهذا الإنفاق. وما نعيشه في الآن حالة كوفيد 19 نموذج لهذه التحديات ولهذه الرهانات. إذن إذا تحدد إشكال البحث العلمي في إطار العام وتحدد في جانبه الخاص جانب العلوم الإنسانية والاجتماعية، فأشكال انخراط الباحثين في الجامعات تطرح، كيف ننخرط اليوم في جامعاتنا للمساهمة في هذه الديناميكية، ديناميكية التنمية وديناميكية التحولات. أصوغ هذا الإشكال بالخاصية بتاع علوم الإنسان في سؤالين اثنين، لأنه شساعة الموضوع لن يكفينا الوقت لاستنفادها. لذلك اقتصر على سؤالين وهما جماع هاد التوطئة فيما يبدو لي. ما هي هيكلة وكيف يتأثر هذا البحث العلمي في الإنسانيات داخل الجامعات؟ بطريقة أخرى، كيف يعيش البحث العلمي داخل الجامعات؟ ما هي موارده؟ ثم ما هي إنتاجاته؟ وكيف يساهم في تدبير وعقلنة القائم من الحاجيات؟ بل أكثر من ذلك، كيف يستبق ويساهم في استشراف المستقبل؟ هذا سؤال أول أساسي أريد أن أتوجه به إلى واحد من تلة أساتذة جامعة القضائيات المساهمين في هذه النواة، وسأقدم كل واحد منهم في بداية كلمته. أعطي الكلمة أولا الأستاذ سعيد بوجروف، أستاذ جغرافيا وتدبير التراب، فليتفضل مشكورا. شكرا سيدي محمد على هذا اللقاء، ونشكر أيضا الوزارة وكل الفعاليات والجامعة وكلية الآداب على تنظيم هذا اللقاء وإعطاء هذه الإمكانية للمناقشة في هذا الموضوع المهم واستراتيجي بالنسبة لنا ولدولتنا. يمكن أن أقول بأن البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية مر اليوم من الهامشية إلى المركزية، بعدما كانت العلوم المحضة هي مركز التفكير، مركز الإنتاج، مركز الاهتمام. وتبين من خلال ما دعا له صاحب الجلالة من نموذج تنموي جديد على أن هذه المركزية أخذت مكانها كما يليق وكما يجب في هذا النموذج. وبالتالي سيصاحب أيضا المشروع المجتمعي الجديد الذي يسير في هذا الحقل نفسه. وفي نفس الوقت تعالج هذه العلوم أو الإشكاليات الكبيرة التي أصبحت ملزمة بها العلوم الإنسانية، هو أن تسير في بحوث حول الدمقراطة والحكامة وتتمين وتعبئة وتدبير كل الموارد، وأيضا الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية والتنمية الترابية والتوازنات البيئية والتنافسية الترابية والجاذبية والتحولات والتجديدات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والهوياتية. ومناقشة العقد الاجتماعي بما يكفل المساواة والحرية وتحديات العولمة ومطالب الانفتاح والتشغيل والاستثمار والمعرفة وإنتاجها وتقاسمها وتحديات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة والجديدة، ثم التمدين والترييف، ثم الوحدة الترابية وإشعاع المملكة والجهوية
ولا مركزية ولا تركيز. وهذه المواضيع كلها، بل أعطيت فقط أمثلة، تحتاج إلى تطوير فعال لمنظومة وطنية للبحث العلمي في إطار سياسة واستراتيجية ومخطط لتنظيم وتأطير وتنمية البحث العلمي. وبدأ المغرب منذ مدة في جعل الهيكل، هيكل البحث العلمي، يرتكز أساسا في الكليات وفي الجامعات بالأساس، فنجده في إطار مجموعات بحثية ومختبرات ومراكز. وهذه المختبرات وهذه المراكز والمجموعات تهتم بإنتاج الدراسات، وتقوم بإعداد المشاريع البحثية، وأيضا إنتاج البحث ككتب ومقالات علمية ومداخلات علمية أيضا، وبالإضافة إلى ذلك تكوين الباحثين في الأسلاك الخاصة بالبحث العلمي وخاصة سلك الدكتوراة، وأيضا في مركز دراسات الدكتوراة الذي يقوم بتنظيم تكوينات يكون همها تكوين باحثي المستقبل. هذا في عمومه. أما بالنسبة للتمويل، لتمويل البحث العلمي، فنعرف بأن بالأساس تمويل البحث العلمي في العلوم الإنسانية هو تمويل عمومي بالأساس، وتقوم به الدولة في معظم الحالات، ويمثل تمويل هذا البحث العلمي، أو نطمح إلى تمويل يصل تقريبا 3 أو 3.5%، ويتم من خلال الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، ومن خلال مؤسسات مختلفة، مؤسسات عمومية مختلفة، والوزارة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بالإضافة إلى مجموعة من آليات التمويل هذا البحث، منها على الأساس أو بالأساس المنح ومنح التميز التي توجه للباحثين خاصة في سلك الدكتوراة. وبطبيعة الحال هناك أيضا الجواب على طلبات البحث العلمي أو لي زابيل دوفر، هذا نجده أساسا في المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، الذي وجه مجموعة من البرامج لدعم البحث العلمي في العلوم الإنسانية، وأعطي بعض الأمثلة. البحث والعلوم الإنسانية والاجتماعية الذي تم إعداده كبرنامج بين سنة 2010 و2014 لدعم 11 مشروع في العلوم الإنسانية، ثم برنامج ابن خلدون للبحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لسنة 2018 لتمويل أيضا العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتم تمويل 53 مشروع في هذا الإطار. ثم بحث التنمية في مجال إنتاج السكن والإعداد الحضري سنة 2019، وتم تمويل مشروعين في هذا الإطار. ثم برنامج البحث العلمي والتكنولوجي الخاص بكوفيد 19، والذي تم تمويل فيه 50 مشروعا في العلوم الإنسانية من أصل 141 مشروع، وهذا يبين أهمية الاهتمام بالعلوم الإنسانية، ويزيد الاهتمام من فترة إلى أخرى. ثم في نفس السنة تم إعداد طلبات عروض للبحث في حول برنامج دعم البحث والتنمية المتعدد الموضوعات، وهو لازال في طور التقييم. ثم برنامج دعم البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، الذي هم موضوعين أساسيين، ولا زال هو أيضا في طور التقييم، ويهم كوفيد أيضا، ويهم موضوع الوحدة الوطنية والأقاليم الجنوبية بطبيعة الحال، وإشعاع المملكة. إذن من خلال هذه المعطيات يتبين
أننا نسير نحو مركزية للعلوم الإنسانية والاجتماعية في منظومة التعامل مع التنمية والمحافظة على البيئة. وسأعود في بعد لتحديد بعض النقاط الإيجابية والتحديات التي تواجه هذه الهيكلة وهذا التمويل. إذن هناك اهتمام ملحوظ للدولة باستثمار لها في العقود الأخيرة فيما يتعلق بقضية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، ولكن سؤال الهيكلة لا يتعلق فقط بمسألة التمويل. نحن نطرح كباحثين في العلوم الإنسانية، وهذا ما سيتداول عليه الإخوة، نطرح سؤال كيفية هيكلة ذواتنا داخل هذه التخصصات وهذه التخصصات أمام التحديات المطروحة عليها. سيقارب الإخوة هذا الجانب من السؤال، سواء من جانب علم النفس الاجتماعي الذي سيقدمه الزميل السيد مصطفى السعليتي، فليتفضل. مشكورا. شكرا زميلي و السيد الرئيس محمد مهوب. أود أن أتحدث عن موضوع أساسي، هو أنه في الجامعات المغربية نحن في حاجة إلى أبحاث علمية ميدانية في مجال العلوم الإنسانية كلها، وبالخصوص كذلك في مجال علم النفس الاجتماعي، لأن علم النفس الاجتماعي كتخصص من تخصصات السيكولوجيا ومن تخصصات العلوم الإنسانية له باراديغمات وله مرجعيات نظرية مهمة تمكننا من فهم الظواهر والمشاكل والأزمات التي يعاني منها المجتمع المغربي. وسأركز على هذا علم النفس، كيف علم اجتماعي كيف يتناول الأزمة التي نعيش منها اليوم، وهو أزمة كوفيد 19، يعني كورونا فيروس، بمعنى أنه هناك مرجعيات نظرية اقتصادية سوسيولوجية سياسية، ولكن ما هو الجديد الذي تحمله أو هذه المقاربة السيكوسوسيولوجية، وكيف تتميز هذه المقاربة السيكوسوسيولوجية عن المقاربات الأخرى. والسؤال المركزي الذي ينطلق منه جميع علماء النفس الاجتماعي هو لماذا، هو إشكالية تغيير السلوك، سي لا بروبليماتيك دي شانجمون دو كومبورتمون او لا ريزيستانس او شانجمون. نحن في الباراديغمات الكلاسيكية نعتقد بأن الإنسان عندما يملك معارف ويملك معلومات حول مشكلة من المشكلات، فمواقفه أو سلوكاته تتغير. اتضحت أن العكس، أن الحملات التحسيسية والتوعية لها دورها دور مهم، ولكن هناك مقاربات سيكوسوسيولوجية تثبت على أن هناك مقاومة التغيير، بأن ليست هناك علاقة ميكانيكية بين التغيير على مستوى الذهني والمعرفي والتغيير على مستوى السلوكي، وبذلك تم ابتكار آليات أخرى وميكانيزمات أخرى للتأثير الاجتماعي من خلالها يمكن أن نفهم. وقبل ابتكار هذه الميكانيزمات يعني التواصلية للتأثير على سلوكات الأفراد، سواء في حوادث السير، وقد نظمنا ندوة دولية في كلية الآداب حول حوادث السير من منظور علم النفس الاجتماعي الذي مولته يعني هذا ما نسمى نعم لحوادث السير. ولأنه لماذا هناك تساؤلات لفهم سلوك الإنسان، لأن علم النفس الاجتماعي يسعى إلى فهم أولا الإنسان على المستوى المعرفي، لا كوغنيسيون سوسيال، كومون هذه المعارف الساذجة والتمثلات والإدراك كيف يقاوم المعلومات العلمية ويتمسك باستمراريته ويقاوم التغيير، لأن هناك
ما يسمى في علم النفس الاجتماعي نظرية التمثلات ونظرية المعتقدات ونظرية الإدراك الاجتماعي للمخاطر. إذن السؤال الأساسي الذي يمكن أن نطرحه كمتخصص في علم النفس الاجتماعي، هناك مجموعة من الأسئلة هي التي تمكننا من فهم ما يحدث اليوم في المجتمع المغربي، لماذا مجموعة من السلوكات التي تخرق القانون، التي لا تحترم القانون، التي لا تستجيب للحملات التحسيسية. هذه الأسئلة سأرجع فيما بعد، ولكنني أسمح للسيد الرئيس لأطرحها على الشكل التالي. ما هي استراتيجيات التكيف، الاستراتيجي داجستمون، ولا التي نسميها في علم النفس الاجتماعي الاستراتيجي دو كوبين، الاستراتيجي دادابتاسيون فاس على ما أفاس أو كوفيد 19؟ بمعنى أن ليست هناك وضعية موضوعية هي التي تؤثر في السلوك، ولكن هناك ما يسمى الاستراتيجي دادابتاسيون أو دو كوبين. ما هي الاستراتيجيات وما هي العوامل التي تؤثر في هذه الاستراتيجيات، الاستراتيجي دو كوبين دادابتاسيون. ثم المشكل الأساسي الذي نحاول أن نجيب إن شاء الله في البحث الميداني الذي نحن بصدد إنجازه، كيف يدرك الإنسان المغربي المخاطر؟ لأن المخاطر هي موجودة ولكنه لا يدركها، ما نسميه لا بيرسيبسيون دي ريسك. ما هي العوامل الثقافية والدينية والمرجعيات الأخرى التي تؤثر في الإدراك المخاطر؟ لأن هناك المخاطر يعني موجودة موضوعيا، ولكن ما هناك ما يسمى الإدراك الذاتي للمواضيع للمخاطر، لا سوزيستيماسيون دي ريسك. ما هو التقويم المعرفي والثقافي الذي يقوم به المواطن المغربي لهذه المخاطر؟ ونعلم جيدا أن إدراك المخاطر يؤثر على السلوك الإنسان. عندما يكون هناك لا سيزيستيماسيون الإنكار لو ديني دو لا رياليتي، هناك ميكانيزم الإنكار أو ميكانيزم يعني يجعل الإنسان لا يدرك المخاطر رغم وجودها، وعدم إدراك المخاطر يؤدي إلى يعني المغامرة وإلى عدم احترام يعني هذه وإلى خرق القانون، la transgression de la loi. Parce que ce n'est pas la loi qui détermine le comportement, ce n'est pas la campagne de sensibilisation qui détermine le comportement, c'est la manière, la tariqa allati yudriku biha, wa min huna sanadhhabu ila marji'iyatin ukhra asasiyya fi 'ilm al-ijtima'i, hiya ma hiya at-tamthulat al-ijtima'iyya allati yamlikuha al-insan al-maghribi hawla covid-19. وبالتالي فهنا سأذهب إلى موسكوفيسي عندما تحدث عن البوليفازي كونيتيف، التعدد المرجعيات المعرفية. هناك مرجعية علمية، هناك مرجعية ثقافية، إنها تتواجد في أذهان البشر، ولكن السلوك غالبا ما يؤثر فيه هذه المعتقدات الساذجة وهذه التمثلات، لأنها تستجيب لرغبة ولتحفيز داخلي للإنسان. ولذلك فأقول دائما إن التنشئة الاجتماعية الحقيقة في المجتمع المغربي هي التنشئة التي يمكن أن تصحح هذا الخلل المعرفي وهذه المعتقدات الساذجة، وهي المسؤولة عن خرق القانون. فلا يكفي أن تكون هناك حملات تحسيسية، لأن الإنسان يستقبل معلومات، ولكن هذه المعلومات فهي تخضع للمعالجة والتأويل لتستجيب للتحفيز وانتظارات الأشخاص. ولكن لا يمكن أن نتحدث بأنه يجب أن نتحدث مثلا للإنسان المواطن عن خطورة يعني السرعة أو عن خطورة عدم وضع الكمامة، فهذا لا يكفي، لأن هناك مرجعيات أخرى تقاوم التغيير وهي لا عقلانية، وهي التي تفسر سلوك الإنسان. إذن السؤال المركزي وسأرجع إليك الأستاذ سيبهوب، كيف يمكن إشكالية تغيير السلوك؟ يجب مراجعة الباراديغمات الكلاسيكية، لأن كما تفضل الأستاذ نحن نعيش في العالم الافتراضي الذي تؤثر وجميع المعلومات تؤثر على الإنسان، ولكن الأسلوب المعرفي الذي يؤول به الإنسان ما يستقبل غالبا ما نجده دي ديسفونكسيونمون كونيتيف أو الخلل المعرفي، هو الذي يجعلنا ندرك الواقع بشكل خاطئ، وبالتالي الممارسات السلوكية فهي خاطئة كذلك. الزميل سيدي مصطفى الساليتي على هذه الإيضاحات، وهكذا السادة المشاهدون ممكن أن يعني تدركوا التحويل الذي تقوم به علم علوم الإنسان لمسألة التحديات.
فلا يكفي أن يكون هناك حدث، ولو يكون هذا الحدث من عظم كوفيد 19، كيف يدرك المواطن المعني الأول بهذا الحدث، كيف يدرك هذا الحدث جزء أساسي في مواكبة، في تغلب الحدث، في تجاوز الحدث، في تدبير الحدث. علوم الإنسان هذه واحدة من خاصيتها، أن سؤال تحدي التكنولوجي وتحدي الرقمنة والتحديات القائمة الواقعة هي تبحث في كيفية استقبال، كيفية تلقي أفراد المجتمع لهذه الأحداث التي تبدو بأنه راه مباشرة، هناك ميديا بين الإنسان وبين الحدث. سأحول الكلام لزميل آخر من تخصص آخر حتى يتضح، تتضح الرؤية أو تتضح، تنبسط وجه آخر لهذا الإشكال. الأستاذ هشام رقيق أستاذ متخصص في التاريخ والأركيولوجيا ويهتم بالتراث أساسا، وأعطيه الكلمة لينير المشاهد، فليتفضل. مشكورا. شكرا أستاذي موهوب رئيس ومسير الجلسة. بدوري أتوجه بالشكر الجزيل للجامعة، جامعة القاضي عياض، التي أتاحت لنا الفرصة للمشاركة في فعاليات، أذكر فعاليات الدورة الأولى من المعرض الافتراضي للكتابي الجامعي. اسمحوا لي السيد الرئيس والسيد موهوب أن أقترح بعض عناصر التفكير ذات الارتباط بموضوع المائدة المستديرة، ذات الارتباط أساسا بالسؤال أو التساؤل الثاني الذي طرحتموه، والخاص بالإشكاليات المعالجة في العلوم الإنسانية والاجتماعية بعلاقة مع البحث العلمي. هي عناصر تفكير عن قصد اتخذت لها صيغة تشخيص لمكانة البحث العلمي ضمن منظومة التراث الثقافي، مجال اشتغالي بامتياز. هذا التشخيص هدفه الأساس هو تقريبا الوقوف عند العوائق والإكراهات التي تحول دون تأصيل مكانة البحث العلمي ضمن هذه المنظومة، ولما لا الارتقاء به. لابد أن أذكر أولا أن العالم قد احتفل الأسبوع الفارط باليوم العالمي للمباني والمعالم التاريخية الذي يصادف 18 أبريل من كل سنة. هذه المناسبة السنوية، هذه المناسبة التي يؤطرها ويحتضنها المجلس الدولي للمباني والمواقع التاريخية، هي مناسبة لاستكشاف التراث الثقافي الإنسانية وتحسيس المجتمعات بأهمية تراثها والحاجة الملحة للوقوف من أجل حفظها وتثمينها. لا يخفى عليكم أن علم التراث مجال من البحث متعدد التخصصات، يشمل الدراسات الإنسانية والعلوم الحقة، وهو علم يسعى إلى تعزيز فهم وحفظ وتثمين التراث الثقافي، التراث الثقافي بجميع أشكاله وتجلياته، بشقه المادي وشقه اللامادي. لماذا هذا تعزيز الفهم هذا؟ لماذا هذا الحفظ؟ لماذا هذا التأمين؟ من أجل أن يستطيع هذا التراث أن يثري حياة الناس سواء في الحاضر أو في المستقبل. أفتح قوسا صغيرا لأشير إلى أن علم التراث هو علم حديث، لكنه توسع بسرعة كبيرة جدا في السنوات الأخيرة.
إذ حسب نتائج دراسة أجريت مؤخرا من طرف ليكخوم le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels حسب هذه الدراسة ازداد عدد المنشورات العلمية المنتجة سنويا 9 أضعاف مقارنة بالعشرين سنة الماضية. لست في حاجة إلى التذكير بما يكتسيه التراث من أهمية ولا بما يطلع به من أدوار ووظائف وعلى رأسها طبعا بناء الذاكرة وحفظ الهوية. بناء الذاكرة وحفظ الهوية في عالم كما تعلمون تتهدده تحديات جسيمة على رأسها تحديات العولمة التي تهدف إلى إلغاء الخصوصيات الثقافية وإدابتها وإلغاء التنوع الحضاري والثقافي. ضمن هذا الإطار يمكن اعتبار ورش حفظ وتتمين التراث ببلادنا حجر الزاوية في البناء الهوياتي لمغرب الغد، إذ أن هذا الورش لا يقوم على مجرد ترتيب تدبيري أو تقني عادي أو توجه اقتصادي يستهدف تشجيع السياحة الثقافية ببلادنا باعتبار أن بلادنا من الوجهات 30 الأولى في العالم. إن هذا الورش المفتوح هو في حقيقة الأمر مشروع مجتمعي كرسه دستور 2011 كإطار ناظم لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة عبر التأكيد على عراقة الموروث الحضاري المغربي الممتد على مدى قرون. جاء في ديباجة دستور 2011 أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية وصيانة وتلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. لو قمنا سريعا باستقراء تجارب الدول الرائدة في مجال حفظ التراث الثقافي وتتمينه التي عولت على مضامينه على المضامين التراثية في تعزيز تنميتها المستدامة والارتقاء بها. على سبيل المثال إلى حصر إسبانيا تركيا فرنسا كل هذه الدول فعلا هي دول رائدة ولها تجارب تم استحسانها من قبل المراكز المختصة. لو قمنا باستقراء هذه التجارب الرائدة لأدركنا أن الأمر لم يرتبط بتبني نموذج جاهز مكتمل المعالم منذ البدء، بل خضع في كل حالة للسياقات الخاصة بكل بلد. ويستفاد من مختلف التجارب الناجحة أن استثمار الموارد التراثية تماهى بشكل جلي مع بروز نخب قادرة على تطوير ومساءلة الأداء وتحسين قدرة قطاع التراث الثقافي على تلبية الاحتياجات الحالية ورفع التحديات المستقبلية. وبالحديث عن دور النخب ينبغي علينا أن نستحضر أن هذا المشروع الذي يرتكز على البحث العلمي في التراث بكل مجالاته والتحاور وتبادل المعارف والخبرات والتجارب حول طموحات العلوم الإنسانية والحقة وإسهامها في النمو والتطوير في هذا المجال لا يمكن أن يستقيم دون الانخراط الفعلي للجامعة المشعل الحقيقي للكفاءات والأطر العليا القادرة على الإبداع والابتكار. وبإمكان أن نستفيد في هذه النقطة إذا سنحت الفرصة وشكرا. الأستاذ هشام أضاف مسألة أساسية جدت وطرأت في البحث العلمي في العلوم الإنسانية وهي مع الأركيولوجيا وهي الطبيعة المادية، لأن كنا نعتقد القسمة غير عادلة التي كانت قائمة بين علوم رخوة وعلوم صلبة،
أن علوم الإنسان هي علوم رخوة. فإذا مثلا نموذج لعلوم الأركيولوجيا يدخل مادة أساس، هناك بعد مادي للبحث العلمي الإنساني ويلزم أن يؤخذ بعين الاعتبار. شكرا للأستاذ. وجه آخر من تجليات هذا رفع الرهان داخل الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، كلية الآداب والعلوم الإنسانية مثلا، هو الجانب الاجتماعي. كيف هذه التحديات تصاغ من وجهة نظر الاجتماعية بعد ما وقفنا عليها أو عندها من وجهة نظر التاريخية والعلم النفسية والجغرافية؟ الزميل سي زكريا الإبراهيمي من أنشط الأساتذة داخل الجامعة يتفضل. مشكورا. شكرا جزيلا سيدي الرئيس أستاذي سي محمد مهوب، والشكر موصول إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية على دعوتها للمشاركة في معرض الاستيرادي للكتاب الجامعي. أنا قبل أن أجيب على السؤال أود أن أعود إلى مسألة التي ترتبط بهيكلة البحث العلمي وتمويله داخل الجامعات في المغرب وداخل المجال الاجتماعي الذي نعيش فيه بشكل عام. أنا عندما أتحدث عن البحث العلمي أو عن إنتاج المعرفة العلمية داخل المغرب أعود بشكل بسيط جدا إلى بعض التقارير التي أنتجت حول هذه المسألة في المغرب، إما بشكل رسمي من طرف مؤسسات وطنية، وأقصد بشكل أساسي المجلس الأعلى للتعليم والهيئة الوطنية للتقييم، أو بعض المؤسسات ذات الطبيعة الدولية مثل المجلس العربي للعلوم الاجتماعية أو حكومية مثل وزارة التعليم العالي في التقرير الذي أنجزه الأستاذ محمد الشرقاوي سنة 2006. معظم هذه التقارير تصف حالة البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية داخل المغرب بأشكال مختلفة، ما بين القوة والضعف، ما بين عملية غزارة في الإنتاج وبين عملية قلة الإنتاج في مجالات معينة. ولكن بشكل عام ما يبدو لي بشكل أساسي هو أن مسألة إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية داخل المجال المعرفي في المغرب يجب أن ينظر إليها انطلاقا من ثلاث زوايا أساسية. الزاوية الأولى هي من زاوية منتج المعرفة العلمية داخل مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي هو في الحالة التي نتحدث عنها هو الأستاذ. النظام الأساسي الذي يدبر عملية توظيف وعملية استغلال الأساتذة الباحثين في المغرب فيه ما ينص على عملية إنتاج المعرفة، ولكن الجزء الكبير جدا كما يشير إلى ذلك البحث التقييم الذي أنتجته الهيئة الوطنية للتقييم يلح بشكل أساسي على ما هو بيداغوجي من إعطاء للدروس وتأطير للبحوث أو ذلك. عملية إنتاج المعرفة العلمية لا يتم الالتفات إليها والاهتمام بها إلا بشكل عرضي في عمليات التوظيف بشكل أساسي. المسألة الثانية وترتبط بشكل أساسي بمسألة الهيكلة، هيكلة البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية في المغرب. نعتقد أن من الناحية الكمية هناك غزارة في الإنتاج الفردي، ولكن من حيث مسألة هيكلة الإنتاج داخل هيئات ومؤسسات البحث العلمي في المغرب هناك قلة قليلة. أذكر بمسألة أساسية كان قد أشير إليها في فترات مختلفة في تاريخ المغرب المعاصر، وهي التي ترتبط بأن الجامعة كانت هي المركز الوحيد الذي ينتج المعرفة العلمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمغرب، باستثناء بعض مراكز البحوث التي كانت تستغل بشكل أو بآخر في إطار أبحاث الخبرة أو الاستشارة التي تطلبها مؤسسات للدولة من حين إلى آخر. الوضعية اليوم هو أن مراكز إنتاج المعرفة الاجتماعية المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية تجاوزت الجامعة، بل أصبحت الجامعة هي أضعف حلقة في مسلسل عمليات إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في المغرب. أذكر بأن المغرب فيه مؤسسات كثيرة يمكن أن نطلق عليها مؤسسات للتفكير بمستويات مختلفة، إما تابعة لأحزاب سياسية أو لمؤسسات للدولة بشكل أو بآخر. هناك ما يسمى بمراكز الأبحاث والدراسات التي تتخذ في بعض الأحيان إما صيغة مؤسساتية على شكل مقاولة أو شركة، وفي بعض الأحيان على شكل جمعية. وهناك المكاتب الدراسات التي تشتغل حول كل القضايا.
إذن مسألة إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية هنا تطرح مسألة أساسية، مسألة التمويل. السؤال الذي يطرح هو ما هو حجم ميزانية وزارة التعليم العالي في البحث العلمي مقارنة مع المصاريف الأخرى التي توجد داخل الوزارة. التقرير الذي أو آخر تقرير الذي صدر سنة 2018 يبين أن ميزانية البحث العلمي في المغرب هي 89 مليون ديال الدرهم. 89 مليون ديال الدرهم مع عدد الباحثين الذي يفوق 14,000، نتخيل ما هو حظ كل باحث من الباحثين في المغرب في عملية إنتاج المعرفة سواء في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية أو العلوم الحقة والدقيقة أو المجالات التي أصبحت اليوم تستنفذ ميزانيات كبيرة في البحث العلمي في المغرب، البحث في التكنولوجيات الحديثة. مسألة التمويل البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية يجب أن يعاد فيها النظر بشكل جذري. أعطي مثالا بسيطا، أنا جزء من فريق مشروع بحثي حول الإي ليرنينج، خصص له المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب ميزانية 2 مليون ديال الدرهم. ولا أعتقد أنه في تاريخ البحوث التي مولها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في العلوم الإنسانية والاجتماعية وصلت ميزانية بحث معين إلى هذا المبلغ. إذن هذه مسألة أساسية، نعتقد أن مسألة تمويل البحث العلمي هي حاجة ضرورية، والحاجة إليها تأتي أساسا من خلال الابتعاد عما يسميه مانويل كاستيس بشكل أو بآخر بالبيروقراطية العمودية. لما ما أقترحه في هذا الإطار وأن تتحول مسألة تمويل البحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية من مركزية وطنية يشرف عليها مركز وطني تحت إشراف الوزارة إلى مراكز جهوية لتمويل البحث العلمي، خاصة وأن المخططات التي تفكر فيها الدولة تتجه نحو هذا الاتجاه. يعني بدل أن يكون مركز واحد ووحيد لتمويل البحث العلمي في المغرب، تتحول الجامعة إلى مصدر أساسي من مصادر التمويل وتدبير هذا التمويل على المستوى الجهوي. المسألة الثانية وهي اللي السؤال اللي تفضلت به أستاذي الكريم فيما يرتبط كيف يمكن أن تتدخل العلوم الاجتماعية والإنسانية في التفكير في القضايا الحالية. أنا سأتحدث عن مسألتين أساسيتين ولن أطيل فيهما. المسألة الأولى ترتبط أساسا بالتجديد الموضوعاتي الذي أصبح اليوم يظهر داخل البحوث التي تنتج داخل العلوم الاجتماعية والإنسانية. انتقلنا داخل علم الاجتماع على سبيل المثال من الاهتمام والتفكير في القضايا التقليدية التي ترتبط بالسلطة والقبيلة والمخزن وآليات التراتب الاجتماعي وما إلى ذلك من الأشياء، إلى الاهتمام بموضوعات صغيرة وذات طابع حديث. اليوم التفكير في الرقمي، التفكير في الصحة، التفكير في البيئة، التفكير في اللامساواة والهشاشة والفقر أصبحت جزء من الموضوعات الكبرى التي تتجه إليها عملية إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. التحدي الثاني وهو التحدي الحقيقي الذي يسير ببطء. أنا أقول أن سرعة التجديد في الموضوعات لا تسير بالموازاة مع نفس التجديد على المستوى النظري والإبدالات العلمية التي توجد داخل العلوم الاجتماعية. هناك سرعة كبيرة في اختراق موضوعات جديدة، ولكن على مستوى المناهج والمفاهيم والبراديغمات والأطر النظرية الجديدة مازال جزء كبير من الباحثين كما قال سي مصطفى السعديتي دابا يشتغل على ماضي العلوم الاجتماعية ولم يتجاوز مرحلة معينة من مراحل تطور المعرفة داخل هذه العلوم. شكرا سي. الأستاذ الزميل سي زكريا، نكاد نكون قد استنزفنا وقتنا ولم نحط حتى بالموضوع الكبير. بقي سؤال في عالق أريد أن أعطي الكلمة للزملاء في أقل من دقيقتين لكل واحد منهما على أقصى تقدير لطرح سؤال عوائق سبق لها أن أشار إليها الأستاذ زكريا عندما تحدث عن تعدد مراكز
البحث العلمي خارج الجامعات إذا طرح تحدي. التمويلات البسيطة التي تطرحها الوزارة المعنية الوصية أمام وفرة مالية في جوانب أخرى. إذن رجاء أعيد الكلمة للزملاء على أساس حتى نلتزم بالوقت في دقيقة أو دقيقتين على أقصى تقدير. أستاذ السي تحديات والعوائق. نعم السيد الرئيس، في الواقع أنا سأسير إلى مداخلة التحسينات لأننا نفهم من خلالها العوائق والصعوبات. فبالنسبة لي أجد بأن العلوم الإنسانية ولتطويرها هي في الفعل كما قال السي مصطفى هناك تأقلم للعلوم الإنسانية ومحاولة الأخذ بالمواضيع الجديدة وبحاجيات المجتمع والدولة لا في العلوم الإنسانية والاجتماعية أيضا. ثم هناك تجديدات تقوم بها هذه العلوم، وهناك الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والاستجابة لأسئلة المجتمع، ورأينا ذلك جيدا في معالجة ظاهرة كارثة كوفيد، كيف أن العلوم الإنسانية تجاوبت معها. ولكن هذه العلوم تواجه تحديات لا بد لبلادنا أن تقوم بمواجهتها. أولا بالزيادة في نسبة دعم البحث العلمي وخاصة في العلوم الإنسانية والمرتبط برفع الناتج الداخلي الخام إلى على الأقل 3% في المئة، لأن التمويل هو عنصر رئيسي في كل العمليات المرتبطة بهذا التأقلم وبهذا التجديد وهذا الانفتاح والتقاسم أيضا تقاسم المعرفة. ثم حكامة البحث العلمي لابد منها والتنسيق بين مكوناته وهياكله، لأننا نجد فعلا مشاكل من هذا النوع كثيرة. ثم تدبير وفعالية البحث العلمي في التمويل مصاحبته تطبيقاته، وأيضا في فعالية بنيات البحث أيضا، وفي فعالية دراسات البحث في الدكتوراه. ثم تقاسم إنتاج المعرفة مع التنسيق والتكامل والتعاون. ثم نقترح أيضا مركز إنجاز مركز وطني للتنسيق حول الأطروحات، وأن يسير المغرب هو فكر فيها هذا وبدأ فيه، ولكن يجب أن نسير فيه حتى لا يكون تكرار في بحوث الدكتوراه. تبادل المعطيات من خلال قاعدة للمعطيات، التكوين المستمر للباحثين، فتح الجامعة للقيام بالدراسات الخاصة التي تنفتح على المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص. وبطبيعة الحال هذا يساعد فعلا على أن تكون مستقلة هذه المنظومة، وأن تساهم أيضا في توجيه البحث العلمي بما يلتزم بحاجيات المجتمع والاقتصاد والدولة أيضا. شكرا سي سعيد. أعرف أن ما أطلبه من الإخوة الزملاء للانتظام في زمنية المائدة هو محدود، رجاء أن ننضبط في هذه القضية لأنها صعبة. يعني باختصار وحتى لا نكرر ما قيل العوائق سي مصطفى سليس. أنا أقول بأن فعلا هناك عوائق مالية، لأن التمويل المالي عامل أساسي في بلورة وتحقيق المشاريع، ولكن مع الأسف ما هو غائب في المغرب نقولها بكل صراحة وفصل البحث العلمي عن القرار السياسي. نعرف بأنه جميع المختبرات، وعشنا في فرنسا وعشنا ونعرفها بأن جميع المختبرات تساعد على اتخاذ القرار عندما يكون الفصل بين البحث العلمي واتخاذ القرار، بمعنى أن اتخاذ القرارات السياسية في مجال الصحة في مجال التربية في المجال يجب أن تعتمد على نتائج البحث العلمي. هذا لو ديفورس إتان نوبستاكل. على ماذا نعتمد من أجل أن نتخذ قرارات موضوعية صائبة ولها فعالية كبرى؟ هذا هو البروبليم دو ديفورس. في الدول الأوروبية أن دي تيز دو دكتوراه كيداروا وكيتمولهم الدولة والمؤسسات باش تحليها باش تفهم لتفسر وتقدم يعني معارف علمية حول إشكاليات حول مواضيع بحال كوفيد دابا، حول الفشل الدراسي مثلا، حول مشاكل متعددة. ولا لو فري اوبستاكل اي nous avons besoin je pense j'ai des propositions اولا il faut
فيغ ان ايتا دي ليو باش نعرفوا واش هل نقوم فعلا ببحث علمي لنتجاوز المقاربه الكميه كما قال الاستاذ، مجهودات فرضيه لا اعرف ما هي حوافزها ودوافعها. هل فعلا يعني يجب ان نتجاوز هذه المجهودات الفرديه لتستجيب لرغبات فرديه، ولكن يكون كمشروع جماعي له علاقه بالاشكاليات الكبرى للمساهمه في التنميه، لان الرهان الاساسي هو التنميه على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي اكسيتيرا. اذا هنا لا فالور يعني البحث العلمي تكون عنده ان فالور، ولكن اذا كان البحث العلمي لا يقدم شيئا على مستوى القرارات والمشاريع الكبرى، فحتى هذا التمويل كيكون التمويل بحال غاسبياج. هذوك علاش ما عطوناش؟ il faut montrer que les sciences humaines عندهم واحد الدور كبير بزاف، لان مجموعه من الظواهر والمشاكل. اسمح لي الا درنا ليطا دي ليو اون دو فير ليطا دي ليو ديال شنو قدمات العلوم الانسانيه في المغرب من غير بعض الكتب، وهذا شنو قدمنا مثلا في الانتاج العلمي، مثلا المشاركه في الانتاج على مستوى ديال المجلات العالميه الكبرى. هنا كيتقاس الوزن ديال كل دوله، راه ماشي بالكتب الفرديه ولا المشاركه في الدول الوطنيه ولا شي حاجه. واش نشوفوا دي شيرشور في لي سيونز هيومين في ماروك، شحال باغ اكزومبل لا موين ديال لي بيبليكاسيون في لي روفي انترناسيونال اللي عندهم دي كوميتي. وعندي واحد الاقتراح سي محمد، جوج الاقتراحات باختصار الله يخليك. لماذا لا في المغرب ما يكونش هنا مشروع يعني بناء كليات خاصه للعلوم الانسانيه، فاكولتي دي سيونس دو لوم indépendante. حالين كنقولوا لو ميتين انا سيتي ما بروبوزيسيون لا دوزيام سوز. دابا البارح كنت كنقرا باغازار بان في لي زيتازيني وفي كندا وهذا باش يتجاوزوا المعيقات الماليه ايزون كري سكون ابل لي لابوراتوار فيرتييل، ان لابوراتوار فيرتييل، وكيديروا بهم مجموعه من الابحاث الميدانيه بشكل افتراضي، وقدموا نتائج جد مهمه. لا نوسيون دو لابوراتوار فيرتويال اي لا فاكولتي دي سيونس دو لون. شكرا سي مصطفى. voilà. شكرا سي مصطفى، شكرا على الايضاحات سي مصطفى، شكرا الزميل. شكرا الاستاذ سي هشام، احس بي بانني في حيره من امري وكيفيه تدبير الدقائق الاخيره، فمشكور. عفاني من سي زكريا، كلمة أخيرة فيما يتعلق، لأنه بدأت بها، لأن أنت أول من بدأ في صياغة العوائق، إذن في بإيجاز من فضلك. بالنسبة لي مسألة العوائق في البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، يمكن أن نتحدث عن مسألة التمويل، ويمكن أن نتحدث عن مسألتين أخريتين أساسيتين. المسألة الأولى، المسألة الثانية مسألة التشبيك من الريزوتاج. الاشتغال بشكل فردي كما قال الأساتذة هو واحد من العوائق الأساسية التي تمنع تقدم المعرفة العلمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بل في العلم بصفة عامة. المسألة الثانية هو أننا نتحدث أحيانا بأشكال مستفيضة جدا عن مسألة العوائق المادية في عملية إنتاج المعرفة العلمية، ولكن لا نتحدث بشكل أساسي وبعض الأحيان على الإطلاق على مسألة أخلاقية إنتاج المعرفة العلمية. اليوم في عدد كبير من الجامعات في العالم هناك دي كوميتي ديتيك، يعني جماعات أو فرق ديال أخلاقيات البحث تنظم هذه العملية. لا أعتقد أن عملية تطوير المعرفة في العلوم الإنسانية والاجتماعية يمكن أن يكون ممكنا بدون المشي بسرعتين أساسيتين، سرعة التمويل وسرعة الأخلاقيات داخل هذا المجال، على الأقل من الناحية المؤسساتية. فيما يرتبط بتطور المعرفة هذا نقاش آخر لا يسع الوقت الحديث فيه. شكرا الزميل سي إبراهيم على هذه الخلاصة الأخيرة. أريد أن أذكر المشاهد الكرام، أعرف وعرفت وعلمنا جماعة منذ البداية بأن نوية صعوب يعني تقصي حيتيات محور البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية. ما أردنا أن نقف عليه ونوقف عليه هو المسألة البسيطة التالية. أولا، كيف سؤال تحدي البحث العلمي كيف يصاغ داخل العلوم الإنسانية، يحول السؤال، لأنه ليس فقط هناك ليست إشكالات
التكنولوجيا والرقمنة والتحديات المجتمعية هي التي هي الوجه الوحيد للسؤال. هناك وجه آخر للسؤال، هو كيف يتلقى المواطن، كيف يعيش، ما هي لزابريوغي، ما هي الأوليات التي تجعله يستقبل هذا الحدث أو ذاك بهذه الطريقة أو تلك. واحد. ثانيا السؤال الثاني الأساسي هو مسألة العوائق. مسألة العوائق تكاد تدور كلها حول، أكيد حول المالية، حول الموارد المالية، حول النسبة المئوية التي تخصصها الوزارة، والتي أكيد بما أن العلوم الإنسان وارثة لتقليد هو بمعنى من المعاني يعمل عمل تطبيط، فإذا هي في حاجة إلى رافعة أكبر لتخرج لتواجه التحديات القائمة. سؤال ثالث وملاحظة ثالثة اتفق عليها الإخوة، وهي عملية الخروج من العمل الفردي داخل المؤسسات البحث في العلوم الإنسانية، والعمل على ما اسمه السي إبراهيم التشبيك، غيزوتاج، لحظة أساسية نقوم ونعمل ونحن واعين داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ونعمل ما يعني الكثير من أجل إقامة ديبون، إقامة قناطر، وليكون العمل الجماعي. أتمنى أن تكون فرصة ثانية لنعود إلى هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله.